Good morning, my students. How are you? Today our lesson is present perfect. In this lesson, you will be able to know three things about present perfect. The first one is the structure of the sentence, lil form. Two, when we use present perfect. Three, how to make questions and negative sentences. يعطيكم العافية حبايبي. اليوم درسنا عن المضارع التام, present perfect. في ثلاث شغلات مهمة لازم تطلع منها من هذا الفيديو. أول شغلة, بدك تعرف كيف تكون جملة بالpresent perfect, بدك تعرف متى تستخدم هذا الزمن. 3, كيف تعمل سؤال وكيف تعمل نفي. Okay, so the first thing is the structure. Structure is has, have, plus past participle verb 3. هذا الإشي ثابت, ال has وال have. So البرونونز اللي بياخدوا has اللي هم she و he و it و singular noun زي علي بياخدوا has. They, we, you, I plural nouns بياخدوا have. Plural nouns اللي هو أسماء الجمع بياخدوا have. So هاي متفقين عليها. So البرونونز المفردة تاخد has والبرونونز الجمع بياخدوا have. ضل عندك الـ past participle اللي هو الـ verb 3, هذا لازم المفروض تكون حافظه, اللي هو مثلا for example what is the past participle of play, played, write, written, eat, eaten. Okay, so هذا الزمن له استخدامين. The first one, action that stopped recently. أول استخدام لما تحكي عن شغلة صارت قبل فترة وانتهت. قبل فترة يعني قبل شوي, يعني قبل دقيقة. For example, كنت بتاكل تفاحة وخلصت منها, فأنت جاي بتقول لي I have just eaten an apple. إنه أنا قبل دقيقة كنت باكلها, أو قبل دقيقة أو قبل شوي كنت عم باكلها, إني أكلتها وخلصت. أو مثلا شربت ماي وخلصت شرب ماي, فبتيجي تقول لي I have just drunk water. إنه أنا ما صار لي شوي وشارب ماي. أو مثلا ابتسمت وبعدين رجعت عبست, فبتقول لي I have just smiled. إنه ما صار لي شوي مبتسم. اوكي. هلا ليش ما نستخدم الماضي مدام احنا عم نحكي عن شغله صارت بالماضي؟ يعني درسنا كان احنا بيونت 8 انه كيف نستخدم الباست سيمبل, انه الشغله صارت معك بالماضي وانتهت, وكنا نحكي انه الباست سيمبل نستخدم فيرب 2. طيب شو الفرق بين الباست سيمبل والبريزنت بيرفكت؟ هلا لما تيجي بدك تستخدم ال past simple لازم تكون محدد وقت اللي صار فيه هذا الإشي. يعني مثلا لما تحكي I have just eaten an apple, انت هون توضح لي فكرة انه انت اكلت تفاحة قبل شوي وخلصت. اوكي, بس لما تحكي I ate an apple a minute ago, هون انت محدد وقت انه متى بالضبط اكلت. هو نفس المعنى الجملتين, بس بيختلفوا انه لما تيجي تستخدم present perfect ما بتستخدم time expression او وقت محدد عشان تحدد فيه متى صار هذا الاشي. لما تستخدم past simple لا, لازم تستخدم وقت محدد متى صار فيه هذا الاشي. يعني مثلا انه past simple ضروري او لازم انك تحدد الوقت اللي صار فيه الحدث. اوكي, زي I ate an apple a minute ago, لأنك مثلا لما تحكي I ate an apple فبكون أنا صافني بستناك تحكي لي إنه متى أكلتها. بس إذا أنت ما بدك تحكي متى صار أو ناسي متى صار, تستخدم في هاي الحالة اللي present perfect اللي هي I have just eaten an apple. أوكي, أو مثلا حدا بده يعزمك على أكل, يعني إجا حدا وحكى لك إنه تروح تأكل معاي, فأنت بدك تقول له إنه أنا أكلت وخلصت, يعني قبل شوي أكلت وخلصت, فبتقول له I have just eaten, إنه أنا ما صار لي شوي وماكل. طبعا أنت وقتها ما هو بالنسبة له مش مهم إنه يعرف متى أنت بالضبط أكلت, بس المهم عنده إنه يعرف إنه أنت أكلت, ما بدك تيجي لأنك أكلت. بس إذا بدك تعبر عن إنه متى بالضبط أكلت, يعني متى بدك تعبر عن نفس الموضوع بالماضي البسيط, فأنت بتقدر بس إنك تحط الوقت. مثلاً I ate half an hour ago, أنا أكلت قبل نص ساعة من هلأ. هون أنت محدد فتستخدم الـ past simple. إذا مش محدد وقت تستخدم الـ present perfect. أوكي,
هلا استخدام التاني لل present perfect اللي هو action happened at an unspecific time before now. يعني الاستخدام التاني للزمن المضارع التام لما تحكي عن حدث صار معك في الماضي بس بدون ما تحدد أي زمن. نفس الكلام زي مثلا I have visited Saudi Arabia. أنا زرت السعودية. هون أنت مش محتاج تحدد وقت، أو المستمع إلك مش منتظر منك أنه يعرف متى الوقت. مش زي مثلا مثال اللي تحت تبع past, past simple I visited Saudi Arabia، فهون بستنى منك أنك تحدد أنه متى، تقول له last month I visited Saudi Arabia last month، قبل شهر زرت السعودية. أوكي؟ هي المعلومة أنه بده يعرف متى. أوكي؟ بس بال present perfect لا، هو بس كان بده يعرف أنه أنت زرتها قبل هيك أو زرتها. أوكي؟ أوكي. أو مثلا كنت بتتفرج على التلفزيون وشفت فيلم، فأنت بدك تحكي لي أنك حضرته قبل هيك، بس أنت مش عارف متى حضرته. تقولي I have seen this movie before، يعني أنا حضرت هذا الفيلم قبل هيك. بس مثلا إذا أنت بتعرف متى بالضبط تحكي لي I saw، اللي هو الverb to I saw this movie last week، أنا حضرت هذا الفيلم الأسبوع الماضي. أو مثلا شفت كتاب، بدك تحكي لي أنه أنت قرأته قبل هيك. تقول لي I have read this book before، أنه أنا قرأت هذا الكتاب قبل هيك، بس طبعا أنت مش محدد لي متى. طبعا verb read تصريفات الثلاثة شبه بعض، بتشابهوا بالسبيلينج بس بيختلفوا بالنطق اللي هو البرونانسيشن. زي مثلا read read read. اوكي اوكي now we should learn how to make questions. مثلا اذا بدك تسالني انه انت حضرتي هذا الفيلم قبل هيك، تقولي have you seen this movie before. او مثلا انه انت قراتي الكتاب هذا قبل هيك، have you read this book before. او مثلا انت سويت شغله، فبيجي مثلا صاحبك سوى شغله، فانت بتقول له انه شو هذا اللي عملته، فهو what have you done. هون السؤال بكون انه انت شو هذا اللي عملته. اوكي طيب كيف نعمل نيجاتيف؟ طبعا كتير سهل، بس بتحط not with verb to have اللي هما have وال has. مثال I have not seen this movie before، بالنيجاتيف بتصير اللي هي نفسها نيجاتيف I haven't seen this movie before، انه انا ما حضرت هذا الفيلم قبل هيك. او I haven't visited Saudi Arabia، انه انا ما زرت السعودية قبل هيك. او she hasn't read this book، انه هي ما قرأت هذا الكتاب. طيب اخر شغلة معنا اليوم اللي هو time expressions، اللي هم الكيوردز اللي لازم يكونوا موجودين بالجملة عشان تعرف انه هاي الجملة بالpresent perfect. We can use the present perfect with unspecific expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet.